بمناسبة عيد قلب يسوع الأقدس ووفق مبادرة البابا يوحنا بولس الثاني، رفعت الصلاة للذين يقدمون حياتهم في خدمة البشرى السارة. من كنيسة مركز مريم الناصرة التي تطل على مغارة البشارة، بدأت الصلاة أمام الساعة 10 بمشاركة جماعة الطريق الجديدة وبعض المؤمنين المحليين، وتمت تلاوات المسبح الوردية التي تردد كلمات الملاك حين وجهها إلى العذراء في هذا المكان. تخللت الصلاة تأملات وتراتيل رافقتها بعد الابتهالات إلى العذراء أم الكنيسة. إنها مبادرة صلاة وابتهال للكهنة ستستمر على مدار 24 ساعة، بدءا من الساعة 10 توقيتا مع جماعات أخرى تصلي في جميع المزارات المريمية في العالم. نتضرع إلى يسوع من خلال مريم ونصلي من أجل الكهنة كما طلب منا البابا بنديكتوس السادس عشر. وحد هذا الحدث الجماعة المسيحية بأسرها للصلاة من أجل الكهنة، لأن يعيشوا بقداسة دعوتهم الكهنوتية على مثال يسوع الذي بشر فيه في هذه المغارة الصغيرة في فلسطين القديمة.